والعب لعبك. انا عايز الاهلي يلعب لعبه اللي هو الممتع زي ما احنا شفنا كده. معلش كان عندنا اصابات كتيره جدا من 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 يعني اصابات عضليه خلفيه اماميه ايا كانت هذه الاصابات برضو الفريق بيتاثر. لكن احنا شفنا مساله الروتيشن او التدوير لا ما برضو الراجل عام ما فيش واحد بينزل احنا تلاقي فورمته مش كويسه او كله فورمه واحده وفي تنافس وكله بيحب بعض مع سياسه التدوير في الفريق. انا طبعا راضي عنها او شايف النتائج كويسه لان انت عندك ماتشات اللي جاي صعب جدا. انت عندك هتلاعب الجيش وهتلاعب المصري وهتلاعب الزمالك مرتين وهتلاعب بيراميدز الخميس ما برضو دي ماتشات كبيره. لو انا ما وزعتش المجهود بقى على الفريق كله ما انا اي ثلاثة هجوم ما انت عندك سبعة مهمين جدا اي ثلاثة هيقدوا المهمة. صحيح. خدت النص نفس الفكرة لازم اريح ان ما فيش لعيب في الدنيا يعني هيلعب في شهر مثلا 8 ماتشات كتير جدا او عشان لو حد اتصاب الاقي البديل جاهز بالزبط. قريب بالزبط. من فورمة لو حسيت المباريات بالظبط وده اللي موجود وده اللي حاصل وسيبوا الراجل يشتغل. احنا الاهلي دايما ما بنتحاسبش بالقطع احنا بنتحاسب بالبطولات بتاعتنا او اخر السنه او الموسم. انا عارف ان الراجل جاي علشان مهمه افريقيا طب سيبوه يعني الناس النقاد الى اخره اللي هم بيتكلموا كتير يعني مش عارف ايه اصل ده بيلعب ايه يا اخوانا شوفوا الظروف بتاعه اللي موجوده مين يلعب في وسط الظروف اللي كانت في السودان دي برده ما هو برده عليك ضغط كبير. ايوه انت لازم يعني مش كل الماتشات بتلعبها بنفس القوه لا 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 ليفربول بيلعب بنفس القوه كل الماتشات ولا برشلونه ولا ريال مدريد. في ماتشات احيانا انت عايز تكسب حتى وانت وحش يعني وانت مش قوي او انت مش بتأدي بس في الاخر انت عندك الثلاثه بونت مهمين. هو ده اللي انا عايز